ما حكم الشطرنج وما الدليل على ذلك؟ الشطرنج ذهب الجمهور إلى كراهته، وشيخ الإسلام حقق هذه المسألة في الفتاوى الكبرى، في الفتاوى الكبرى، ومال إلى حرمته، ومال إلى حرمته. وكذلك الإمام الذهبي في كتابه الكبائر. وهناك بعض الآثار، كأن بعض الصحابة كان يوزع ميراثا فوجد فيه شطرنجا فأمر بحرقه. وكذلك ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه مر على قوم يلعبون شطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ المشكلة إن الهاوي لعب شطرنج بيعصر عليه ترك شطرنج، ودي يعني اللي بيهو أي حاجة، اللي بيهو أي حاجة بيصعب عليه أنه يتركها. ولكن إذا علم هذا الأمر فليترك هذا الأمر لله عز وجل. والحمد لله أنا كنت لعيب شطرنج، يعني لو يشق له غبار، وعندما قرأت هذه الأشياء تركته ولله الحمد والمنة.